قبل ما أبلش بالجزء الثاني، في ما كانش واضح بالفيديو الأول، number of samples per cycle حكينا 0.1، الثانية ال time between two adjacent samples، TM time of the cycle 0.5، كم عدد ال samples بالسايكل؟ هاي 0.5 ثانية، وعندي بين two adjacent samples 0.1 ثانية، ضربتها في مجهول اللي هو العدد يساوي الزمن بالسايكل 0.1 ضرب العدد المجهول من السامبلز يساوي 0.5، قسمتهم على بعض بيطلع معي 5 سامبلز، 5 سامبلز بير سايكل الجواب. تمام، نبلش بالجزء الثاني. في عنا اشي اسمه كاسكيد كونكشن، اللي هيك شكلها اكس اوف ان اتش 1 اوف ان اتش 2 اوف ان. تمام، هاي اسمها الامبلس ريسبونس اوف ذا سيستم الاول، امبلس ريسبونس اوف ذا سيستم الثاني، هاي امبلس ريسبونس اوف السيستم كله، الامبلس ريسبونس سيستم الالو. الواي 1 هاي رمز بعطيك اياه عشان انه مثلا بيحدد لك انه جيب لي، ممكن يعني اي رمز يكون هان ال او ار او زد، بقول لك بطلب لك اياه، او بطلب الاتش اوف ان كامل، او بطلب الواي اوف ان الريسبونس اوف ذا سيستم. بس نشوف كيف ال y1 of n مثلا اللي هي هاي عبارة عن x of n convolution h of n، convolution مش multiplication، الكاسكيد دائما convolution، x of n في h1 of n هاي convolution هاي. طيب y of n هاي عبارة عن x of n convolution h1 of n convolution h2 of n. هاي ما ضربت في y1 لان y1 عبارة عن رمز، يعني من هذا بضرب فيه x1 المربعات h1 و h2 بسوي لها convolution. طيب في معلومة انه h of n هاي بالكاسكيد عبارة عن h1 of n convolution h2 of n. impulse response of the system الكامل ما له دخل في الواي وفي الاكس، بس له دخل بالسيستم نفسه هو h1 و h2. فبتقدر تحكي عن الواي اوف ان عبارة عن اكس اوف ان convolution h اوف ان، بدل ما احكي اكس اوف ان h اوف 1 h اوف 2، اكس اوف ان في h اوف ان كامل، واي اوف ان عبارة عن اكس اوف ان في h اوف ان كامل، لان h اوف ان عبارة عن 1 في 2. راح ناخذ عليه امثلة بس خليه شوي هالكاسكيد. هسه في عندك الكاسكود كونكشن او بسموه البارالل كونكشن، ما بهمك التسمية كثير، بس بهمك انه الشكل لما يجيك تعرف انه طريقته غير شوي. مثلا اكس اوف ان، او قبل السهم اكس اوف ان هيك اتش 1 اوف ان و h2 of n. هاي نسمي لك اياها مثلا y1 هاي y2. وهاي كلها سيستم h of n h1 h2 100%. هاي هي الكاسكود هيك شكلها. بس هاي الكاسكيد ورا بعض، الكاسكود يعني تكون على شكل بارلل.
مثلا طلب منك الواي 1 اوف ان، الواي 1 اوف ان عبارة عن اكس اوف ان convolution اتش 1 اوف ان، الواي 2 اوف ان عبارة عن اكس اوف ان الواي 2 اكس اوف ان convolution اتش 2 اوف ان. طيب لو طلب منك ال h of n كاملة، مش زي الكاسكيد convolution بتساوي، لأ h1 of n زائد h2 of n، h1 زائد h2 of n. طب لو هنا كتب لي سالب، يعني كان حاط لي جمع وحاط لي على السهم تحتيه سالب، بحكي h1 of n زائد ناقص، يعني بتصير h1 ناقص h2 of n. بدك تنتبه إذا كان حاط لك سالب حواليها. y of n، y of n كامل ايش بتساوي؟ x of n، x of n convolution h1 of n زائد x1 convolution h1 of n زائد، نفرض ان السالب مش موجود، زائد x of n convolution h2 of n. يعني هاي x of n انضربت convolution بالأول وconvolution بالثاني، بعد هاي بالأول وبالثاني وانجمعن. أو تقدر تكتبها بطريقة ثانية، إنه x of n عامل مشترك h1 of n زائد h2 of n، وإحنا بنعرف إنه ال h1 of n زائد h2 of n هي نفسها، طبعا convolution نفسها ال h of n h1 زائد h2 في الكاسكود h1 زائد h2. طيب خلينا ناخذ بعض الانواع لل impulse response. مثلا هذول احفظوهم ل بسموه time shifted system، ال h of n لل time shifted system، time shifted system أو delay system بسموه. في ال accumulator، ال impulse response إله u of n، U of N. في الـ forward difference system، الـ H of N إلو دل of N زائد واحد ناقص دل of N. في الـ backward difference system، backward difference system H of N تساوي دل of N ناقص دل اوف ان ناقص واحد. في الموفينج افريج سيستم، الاتش اوف ان الو واحد على ام واحد زائد ام تو زائد واحد سميشن من كيف، من سالب ام واحد لام اثنين دل اوف ان ناقص كي. طبعا هذا السيستم موفينج افريج، يعني مش مهم كثير، الأول أربع المهمات خصوصا الأكوميوليتر. احتمال إنه ما يحكي لك إنه اسمه أكوميوليتر أو فورورد أو كذا، هو احتمال إنه زي ما أخذنا بالكاسكيد والكاسكود كنا نكتب h of n، ممكن يعطيك إياه مباشرة، يكتب لك دل of n زائد واحد ناقص دل of n بدون ما يحكي لك فورورد ديفرنس سيستم. بس إذا يعني أنا معطيك إياهم عشان إذا حكى لك الأكوميوليتر أنت تعرف إيش هي وتعوض عليها. احنا اخذنا ال y of n، اخذنا انه له خمس انواع. فينا ال h of n هسه له نوعين، stable systems و causal systems. هنا في احد انواعهم فيها stable واحد انواعهم فيها causal، بس هاي طريقتهم غير عن طريقة هاي، فبدك تنتبه انه ايش معطيك y of n ولا h of n.
طريقة الستيبل هاند تختلف عن طريقة الستيبل هاند، الكوزل تختلف عن الكوزل. مثلا الكوزل عبارة عن ايش؟ الكوزل عبارة، كيدك تعرف انه كوزل ولا نات كوزل؟ اذا كان رايت سايدد، if h of n right sided sequence، يعني هاي لما ترسمها على الرايت ولا على اللفت قيمها للرايت، if h of n right sided sequence causal، اذا h of n left sided sequence not causal بتكون. طيب إذا h of n is two-sided، يعني قيم على الرايت وقيم على اللفت two-sided sequence، إيش بيكون؟ not causal. مثلا أنت بتحل سؤال وقال لك طب ليش هاي مثلا اعتبرتها causal أو not causal؟ هاي اعتبرتها causal، طب ليش؟ because h of n is right-sided sequence. وبالنسبة للستيبل، الـ h of n طريقته عبارة عن قانون، يعني الـ h of n هايها تسوي لها absolute و summation، summation من سالب infinity لل infinity، absolute و summation، وبتشوف شو الجواب اللي بيطلع معك. إذا الجواب infinity بتكون not absolutely summable، يعني not stable. إذا طلع معك الجواب أي إشي غير الإنفينيتي بتكون absolutely summable وتكون stable. إحنا مع الأمثلة هسه بتبين معنا، يعني خلينا نأخذ لنا كم مثال. مثلا h of n حكى لك هي الأكوميليتر، الأكوميليتر h of n معروف إنه هو نفسه ال u of n، بسوي له عشان أعرف stable ولا لا absolute وsummation، هاي h of n بس للإيش؟ السؤال بده للأكوميليتر اللي هي u of n absolute وsummation. تمام، اليو اوف ان انا بعرف قيمها من الزيرو للانفينيتي، ما لها دخل السالب انفينيتي، من الزيرو يعني رسمتها قيمها من الزيرو للانفينيتي، بتكون قيمها كم؟ واحد، قيمها واحدات. ضلك اجمع واحد من الزيرو للانفينيتي، واحد زائد واحد زائد واحد لتصفي معك الجواب انفينيتي. طيب احنا حكينا اذا الجواب انفينيتي السيستم ايش؟ not stable. هسا بدك تحكي له مثلا ليش not stable الجواب، ليش؟ because h of n is not absolutely summable. h of n is not absolutely summable، عشان h of n is not absolutely summable معناته not stable system. كيف بده يكون absolutely summable؟ إذا طلع معك أي جواب غير الانفينيتي بتكون absolutely summable، بتكون stable. يعني مثلا h of n، خلينا ناخذها h of n عبارة عن a قوة n u of n، بدنا نختبر إنه مثلا هاي causal معروف right sided، بس إذا ناخذ إنها stable ولا لا، بدك تسوي absolute وsummation من سالب infinity إلى infinity. ال a قوة n هاي absolute لحال، بقدر أقسم ال absolute على طرفين. ال u of n إحنا حكينا بخلي summation من الزيرو للinfinity، و a هاي بطلع ال n برا عشان تزبط معنا على القانون اللي حكينا عنه اللي راح نطبق عليه كثير. هاي بتصفي ايش؟ a قوة قيمة لتحت زيرو ناقص a قوة انفينيتي زائد واحد على واحد ناقص a. هسا a قوة زيرو واحد، طيب a قوة انفينيتي هسا حسب شو قيمة ال a؟ اذا قيمة ال a اقل، اذا قيمة ال a اقل من واحد، اي رقم اقل من واحد اظلك اضربه في نفسه، يعني مثلا نص نص ضلك اضربه في نفسه للانفينيتي، ضلك اضربه بصير يصغر الرقم، نص بصير ربع بصير واحد على ثمانية،
ظل يصغر بصير لحد ما يوصل للصفر، إذا هاي أقل من واحد، إذا أكبر من واحد لا بده يظل يزيد، بده يصير إنفينيتي. نأخذ على الحالتين، نأخذ إنه الـ A مثلا نأخذها رقم إحنا معين، نأخذها بوينت أربعة مثلا، بوينت أربعة، واحد ناقص بوينت أربعة، هاي بوينت أربعة، بوينت أربعة، بوينت أربعة قوة N، تمام، بوينت أربعة قوة زيرو واحد، بوينت أربعة قوة إنفينيتي زيرو، على واحد ناقص بوينت أربعة سالب بوينت ثلاث، لا واحد ناقص بوينت ستة، واحد على بوينت ستة عشر اللي هي عشرة على ستة اللي هي خمسة على ثلاث اللي هي إيش هاي معناته؟ absolutely summable بتحكي له h of n is absolutely summable، يعني سوينا absolution وسوينا شو يعني absolutely summable، سوينا absolute وسوينا summation absolutely summable therefore h of n is stable لأنه absolutely summable إذن stable h of n، هاي طلع معنا قيمة معينة. لو أخذناها قيمة ثانية، لو أخذنا الـ A مثلا سبعة، سبعة قوة N U of N، بدك تسوي لها نفس الطريقة N absolute summation من سالب infinity، لأن infinity بقسم summation بقسم absolute، سبعة قوة N لحال و U of N absolute لحال من ناقص infinity للإنفينيتي. U of N بتخلي لي السميشن من الزيرو للإنفينيتي، سبعة الكل قوة N، ساي إيش القانون؟ سبعة قوة زيرو ناقص سبعة قوة إنفينيتي زائد واحد على واحد ناقص سبعة، سبعة قوة زيرو واحد ناقص سبعة قوة إنفينيتي إنفينيتي على واحد ناقص سبعة سالب ستة، واحد ناقص إنفينيتي ناقص إنفينيتي على ناقص ستة، الناقص مع الناقص بروح، إنفينيتي على ستة بتساوي إنفينيتي. H of N is not absolutely summable. سهم H of N is not stable. مثلا لو أخذنا h of n بتساوي a قوة n u of سالب n ناقص واحد، سيقول لك حدد لي stable والكوزل إلها، بس هاي كوزل ولا لا؟ not causal لأنه هاي left sided، مدام سالب n left sided تكتب له not causal because h of n is left sided sequence. طيب من ناحية ال stable ولا لا بدك تعود على قانون summation ناقص infinity لإنفينيتي و absolute h of n a قوة n u of سالب n سالب واحد، طبعا a خلينا نأخذها على حالتين نفس الاشي بوينت أربعة وسبعة، بوينت أربعة قوة n u of سالب n سالب واحد، summation زي ما هو من سالب infinity لإنفينيتي والabsolute بقسمه نصين، بوينت أربعة قوة n U of سالب N سالب واحد برضو إلها absolute. هاي قلنا من السالب infinity للسالب واحد بتخلي لي summation. هاي بأول محاضرة. سالب infinity للسالب واحد والبوينت أربعة كل قوة N ظلها لحالها. تمام. بيساوي بوينت أربعة الكل قوة سالب إنفينيتي ناقص بوينت أربعة الكل قوة سالب واحد زائد واحد، القانون اللي فوق بتجمع له واحد دايما على واحد، مرات ما بيفرق لأنه بكون هان إنفينيتي، إنفينيتي زائد واحد ما بيفرق، بس في مرات بيفرق زي هيك سالب واحد بتزيد له واحد فرقت، واحد ناقص بوينت أربعة القيمة اللي تحت الآن
بوينت أربعة قوة سالب إنفينيتي، اللي هي عبارة عن إيش؟ واحد على، بقدر أكتبها هيك، واحد على بوينت أربعة القوة إنفينيتي، عشان تخلص من السالب، واحد على بوينت أربعة كل قوة إنفينيتي. بوينت أربعة القوة إنفينيتي، يعني إحنا قلنا إذا رقم أقل من واحد ظل قربه في نفسه، بظل إصغار حتى يصل للزيرو، يعني واحد على زيرو، واحد على زيرو إنفينيتي. إذن إنفينيتي ناقص سالب واحد زائد واحد زيرو، بوينت أربعة قوة زيرو واحد، على واحد ناقص بوينت أربعة اللي هي سالب، أو مش سالب، واحد ناقص بوينت ستة. طيب إنفينيتي ناقص واحد إنفينيتي، على بوينت ستة إنفينيتي، على بوينت ستة إنفينيتي، معناته إتش أوف إن، أنا طلعت العكس معنى القبل، السؤال اللي قبله كان لما رايت سايدد كان إذا قيمة أقل من واحد كانت إلها قيمة، وإذا أكبر من واحد يبطل إلها قيمة. هنا العكس، الأبسولوت عشان السميشن اختلف معنا، صار ولأنه ليفت سايدد صار القيمة الأقل من واحد هي الإيش، هي النت أبسولوتلي سامبل نت ستيبل، is not absolutely سامبل يعني نت ستيبل، اللي هي h of n not stable. رح ناخذ مثلا كمان انه ال h of n 7 قوة n u of سالب n سالب 1، بس هي رح تطلع معنا العكس، هذي رح تطلع معنا القيمة الأكبر من واحد هي ال stable، لأنه اختلف معنا left sided. بس هاي not causal حكينا لأنه left sided sequence، من ناحية ال stable أو لا على القانون 7 قوة n u of سالب n سالب 1 absolute summation من ناقص infinity لل infinity 7 قوة n، هاي إلها absolute لحال، u of سالب n سالب 1 absolute لحال، هاي بتخلي لي summation من سالب infinity للسالب 1، هاي 7 لكل قوة n، 7 لكل قوة n، بتصفي عندي 7 قوة minus infinity ناقص 7 لكل قوة سالب 1 زائد 1 على 1 ناقص 7. طيب 7 قوة سالب infinity اللي هي نفسها 1 على 7 قوة infinity، 7 قوة infinity طلق اضربه في نفسه بده يصير عندك infinity، 1 على infinity 0، هاي بتصفي كامل 0 ناقص 7 قوة 0 1 على 1 ناقص 7 سالب 6، سالب 1 على سالب 6 يساوي 1 على 6، قيمة معينة. إذا h of n is absolutely summable والسيستم stable، h of n stable. نرجع للكاسكيد والكاسكود، الاكس اوف ان مثلا حكى لك، ما مش اتش اوف 1 اوف ان، حكى لك فورورد ديفرنس، فورورد ديفرنس سيستم، هاي بتكون عارفه، هاي 1 سامبل ديلي واي اوف ان، هسميها اي اشي بدك اياه، زد اوف ان مثلا بينهم، هاي كلها ككل اتش، اتش اوف ان هاي اتش 1 اوف ان وهاي اتش 2 اوف ان، وطلب منك الامبلس ريسبونس اوف ذا سيستم الكامل اتش اوف ان، الامبلس ريسبونس كامل اتش اوف ان اللي هي ايش، ما اللي دخل في الاكس والواي، اللي دخل بس بهذول، مدام كاسكيد بضربهم convolution مع بعض، h1 of n بحكي convolution h2 of n. طب ايش هي h1 و h2؟ ال h1 forward difference لما نكون حافظه، forward difference del of n زائد 1 ناقص del of n، بسوي قوس انه الكل، كل هاي الصيغة ال h1 of n كلها convolution مع h2، ال h2 of n اللي هي
one sample delay. احنا اخذنا الديلي انه دل اوف ان ناقص ان دي، هاي عندنا one sample معناته عندنا ديلي بمقدار واحد. تمام، اتش اوف ان عشان القوس بوزع على الجهتين، دل اوف ان زائد واحد convolution دل اوف ان ناقص واحد ناقص دل اوف ان convolution دل اوف ان ناقص واحد بيساوي، بعوض واحد منهم في الثاني، صفي دل اوف ان، دل اوف ان زائد واحد ناقص واحد دل اوف ان ناقص دل اوف ان ناقص واحد. هذا السيستم ايش كنا مسمينه؟ جوابها كنا مسمينه الباكورد ديفرنس، باكورد ديفرنس سيستم، دل اوف ان ناقص دل اوف ان ناقص واحد، هذا هو الجواب. طب لو حكى لي اكس اوف ان اكوميوليتر، حكى لي هاي نسميها مثلا ار اوف ان، هاي باكورد ديفرنس سيستم. هيك كل هيك كل اتش اوف ان، هاي اتش 2 اوف ان، هاي اتش 1 اوف ان، وهي كاسكيد معروف. هسه ايش المطلوب مني؟ واي اوف ان بده، واي اوف ان عبارة عن اكس اوف ان كونفولوشن، بدل ما احكي اكس اوف ان كونفولوشن هاي كونفولوشن هاي، لا انا بحكي كونفولوشن اتش اوف ان كاملة، لانه اتش اوف ان انا بعرف انها عبارة عن ايش اتش اوف ان؟ اتش 1 اوف ان كونفولوشن اتش 2 اوف ان في الكاسكيد. طيب اتش 1 اوف ان الاكوميوليتر حكينا انه يو اوف ان، كونفولوشن الباكورد عبارة عن دل اوف ان ناقص دل اوف ان ناقص واحد، بحط لها قوس لانه هاي كونفولوشن هاي كامل. اتش اوف ان بتصفي عندي يو اوف ان كونفولوشن دل اوف ان ناقص يو اوف ان convolution دل اوف ان ناقص واحد. هسه ما دام عندي دل اوف ان خلص ما بحول اليو، بعوض من داخل الدل في الثاني بتصير يو اوف ان ناقص الدل بعوضه في اليو ناقص يو اوف ان ناقص واحد. بس ايش حكينا عنها هاي يو اوف ان ناقص؟ لو ترسمها من الزيرو للانفينيتي، هاي من الواحد للانفينيتي، طرحهم من بعض، هاي عند الزيرو الها قيمه، هاي عند الزيرو ما الها قيمه، زيرو واحد ناقص، صفي دل اوف ان حسب الرسمة، هاي رسمتين يو اف ان، هاي من الزيرو للانفينيتي لها قيم، باقي القيم زيروز، هاي من عند الواحد لها قيم وعند الزيرو زيرو. اطرح الهان للانفينيتي، من الواحد للانفينيتي اطرحه، من هان واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص، كله بتصفر، يعني الرسمة النهائية بتتصفر كل شيء، وعند السالب انفينيتي زيرو، هنا زيرو، كله زيرو ناقص زيرو زيرو، واحد ناقص واحد زيرو. بس عند الزيرو في عندك واحد، وهنا عند الزيرو ما في قيمة، زيرو واحد ناقص زيرو واحد، بس عند قيمة واحدة. طب احنا ايش قلنا للفانكشن هذا؟ دل اوف ان، دل اوف ان دائما قيمة واحدة معينة لها قيمة، والباقي كله زيروز، هاي الباقي كله زيروز عند دل اوف ان. لو ظلت قيمة عند الواحد لكان حكينا دل اوف ان ناقص واحد، بس عند الواحد لو انها كانت هيك عندنا قيمة واحدة. طب لو عندنا قيمتين، قيمة هان وقيمة عند الواحد، بحكي دل اوف ان زائد دل اوف ان ناقص واحد، يعني تكون عندي دل اوف ان زائد دل اوف ان ناقص واحد. هاي لو عندي قيمتين، يعني رسمة عندي قيمتين عند الزيرو وعند الواحد، بس هيك فيش عندنا الا قيمة واحدة. تمام، احنا ايش طلعنا؟ الاتش اوف ان احنا بدنا الواي اوف ان، الواي اوف ان عبارة عن h of n convolution x of n. ال h of n حكينا عنها دل of n. طيب وال x of n عندي انا دل of n، هي بعوضها معناته بالفانكشن اللي من جنبه، بتصير x of n، صفى عندي السيستم y of n بيساوي ال x of n. اذا بدك ترسمه هيك السيستم، يعني بالنص صار، او حتى هي مش خطوط مقطعة،
نعطيك واي اوف ان، ان الواي اوف ان نفسه الاكس اوف ان، الواي اوف ان نفسه الاكس اوف ان، فما زي كانه ما في اشي. نخليها على الورق الحال. مثلا اكس اوف ان بتساوي، او مش بتساوي، اكس اوف ان قسمته قسمين، 3 دل اوف ان ناقص 2، هاي سماها ال اوف ان، 4 دل اوف ان ناقص 1 هاي سماها ار اوف ان، هاي جمع، هيك واي اوف ان، هان عندك يو اوف ان، ما سمى لك اياهم من اكوميوليتر وكذا، بس خلاص اعطاك اياهم مباشرة، هاي كي اوف ان. وهي ككل ما عدا الاكس والواي، ككل ايش اسمها؟ اتش اوف ان، هاي اتش 1 اوف ان، هاي اتش 2 اوف ان، هاي اتش 3 اوف ان، هاي ككل اتش اوف ان. ايش طلب مني؟ طلب مني اول اشي ال اوف ان، ال اوف ان هيها عبارة عن ايش؟ اكس اوف ان convolution اتش 1 اوف ان، اكس اوف ان convolution اتش 1 اوف ان بيعطيك ال اوف ان، اكس اوف ان convolution اتش 1 اوف ان، اتش 1 اوف ان اللي هي 3 دل ال ان ناقص 2، مداخل الدل بعوضه في الجنب، والثابت ما له دخل، 3 اكس ال ان ناقص 2، هاي الجواب. ثاني طلب مني r of n، r of n عبارة عن x of n convolution h1 of n convolution h2 of n، بس بدل ما احكي هيك، مدام انا عندي x of n و h1 of n هيهم، x of n convolution h1 of n اللي هي نفسها ال of n، بحكي ال of n convolution h2 of n. أنا لو ما معي هاي، يعني مش معطى من قبل، او انا ما طلعته من قبل، بحكي اكس اوف ان اتش 1 convolution هاي convolution هاي، بس انا ما دام معي التنتين هذول بعوضهم بقيمه واحده، ال اوف ان اللي هي هيها convolution اتش 2 اوف ان اللي هي 3 اكس ال ان ناقص 2 convolution اتش 2 اوف ان اللي هي 4 دل اوف ان ناقص 1، 3 ب 4 12 الثوابت ما لهم دخل، ما داخل الدل بعوضه بالجنبه، اكس ال ان ناقص 1 ناقص 2 ان ناقص 3، أدخل الدل عوضته في ال n هاي. ثالث طالب منك ال k of n، k of n هيها، هاي h3، ال k of n عبارة عن x of n convolution h3 of n، x of n convolution u of n، بس ال u احنا حكينا ال u of n هاي بحولها، عبارة عن summation k من 0 لل infinity دل of n ناقص k convolution x of n. ايش بصفي الجواب عندي؟ السميشن بضل زي ما هو، بعوض ما داخل الدل في الثاني، x of n ناقص k، هاي الجواب، هاي k of n. تمام. رابع طالب منك ال h of n، ال h of n ما إلها دخل في ال x وال y، ما إلها دخل فيهم، السيستم بالنص كامل، عبارة عن ايش؟ h1 of n، h1 of n convolution h2 of n، h2 of n زائد، هسه ما عندي طرح، زائد h3 of n، يعني اول ثنتين بسوي لهم convolution، هاي بخليها على طرف لحال، بتساوي h1 of n حكينا 3 دل of n ناقص 2 convolution h2 of n اللي هي 4 دل of n ناقص 1 زائد h3 of n اللي هي u of n، ما طلب مني ال k of n اكتب له هاي، لا h3 of n هيها، هاي convolution هاي 12 ثوابت دل، بعوض واحدة منهم في الثاني بكون نفس الجواب، n ناقص 2 ناقص 1 n ناقص 3 زائد u of n، خلص هيك طلع معي الجواب.
مدام انا سويت convolution بين الطرفين، هاي الزائد بخليها على طرف لحال، ما بصير شيء يعني. طالب مني y of n. y of n عبارة عن ايش؟ x of n. يعني للاختصار convolution h of n عبارة عن x of n convolution كامل. يعني شو ال y of n؟ x of n convolution h of n كامل، سيستم كامل بعطيك y of n، او بتقدر تحكي x of n convolution هاي، convolution هاي زائد h 3 of n زائد، لا بقدر احكي بطريقتين يعني، x of n convolution h of n كاملة، او x of n convolution h 1 of n convolution h 2 of n زائد x of n convolution h 3 of n. بس ممكن احد يتخربط انه يكتب زي هيك وينسى انه يكتب زائد x of n في h convolution h 3، ممكن يكتب h 3 مباشرة، هي لا، الاكس مضروبة على الطرف هان وعلى الطرف هان. بس الافضل لا، انه x of n ما دام انت معاك معطيات من قبل، x of n convolution كامل ال h of n. فانت اذا لو طلب منك زي هيك، انت دائما طلع ال h of n كامل وضربه في x of n، اريح لك. x of n convolution h of n كامل هي 12، x of n كامل h of n كامل هي 12 دل of n ناقص 3 زائد u of n. طبعا لازم احط اقواس، ليش؟ لانه x of n هاي مضروب في convolution مع h of n كامل، هاي h of n كامل. y of n عبارة عن x of n convolution 12 دل of n ناقص 3 زائد x of n convolution u of n. y of n بتساوي 12 دل، او لا مش دل، بروح الدل بعوض في الثاني، 12 x ال n ناقص 3 زائد هاي بحولها summation من k 0 لل infinity دل of n ناقص k دل of n ناقص k convolution x of n، ال u حولتها وهي x of n، بتصفي عندي نفس بنقل التيرم الأول زي ما هو، زائد هاي السميشن زي ما هي بتضلها في الكونفولوشن، بعوضه في الفانكشن اللي من جنبه ما داخل الدل. طيب لو أعطاني مثلا سؤال زي هيك، x of n h 1 of n، هاي h2 of n مثلا سمى لي اياها، طبعا هو بكتب لك يعني قيم معينة، بس هاي عشان الفكرة بدي اعطيك اياها، h4 of n summation 1 2 3 هاي h4 لا 1 2 3 4 h5 of n. h4 of n و h5 of n طبعا بكون معطيه قيم، مثلا l of n اسماء معينة، مثلا r of n d of n f of n، هاي مثلا ايش مثلا z، مثلا z of n هاي كامل. هسه انا في عندك y of n وكامل، هنا ايش الامبلس رسمه بدها تيجي معاه هاي كمان، يعني انا قلت ال h of n الكامل، تشوف ان كامل كل اشي ما عدا الواي والاكس، معناته هاي داخله مع الاتش 1. طيب لو طلب مني الامبلس ريسبونس اوف ذا سيستم الكامل، ايش بحكي له؟ كل ما اعطيك مثلا دل يو اي قوه ان يو اوف ان زي هيك، يعني بيعطيك اياهم، وانت ايش بتسوي؟ اتش اوف ان عباره عن اتش 2 اوف ان كونفولوشن اتش 3 اوف ان، اتش 2 اوف ان كونفولوشن اتش 3 زائد h4 of n convolution h5 of n الكل convolution مع مين؟ h1 of n. هاي هي الامبلس ريسبونس كامل. طبعا انا ما اعطيتكم لانه معقد شوي الحل، بده وقت، بس بدي اعطيكم الفكره. يعني انا الفكره انه h2 convolution h3
زائد اتش 4 كونفرجن اتش 5، هنا بكون دل في ان مثلا اي او في ان، زي هيك بتسوي لهم كونفولوشن، وهنا بتسوي طرف لحال كونفولوشن، بتخليهم زي ما هن الزائد، يعني هاي لحال وهاي لحال بتخليهم زي ما هم، بس بتسوي لهم ايش كونفولوشن مع اتش 1. لانه طب ليش حطيت اقواس انا؟ لانه الاتش 1 اوف ان كونفولوشن مع كامل على الطرفين، اذا متذكرين الاكس اوف ان كان يروح على الطرف الفوق والطرف اللي تحت، هاي نفس ايش اتش اوف ان اوف ان على الطرف اللي فوق وعلى الطرف اللي تحت، فهي كونفولوشن مع كامل السيستم. طب لو طلب مني مثلا زد اوف ان عباره عن اكس اوف ان كونفولوشن اتش 1 اوف ان، اذا طلب مني ال اوف ان عباره عن اكس اوف ان كونفولوشن اتش اوف ان في اتش اوف 2، اذا طلب ار اكس كونفولوشن اتش 1 اوف ان اتش 2 في اتش اوف 3، اذا طلب مني الاف اوف ان اكس اوف ان كونفولوشن اتش 1 اوف ان اتش اوف 4 اوف ان، اذا دي اكس اوف ان اتش 1 اوف ان اتش 4 اوف ان اتش 5 اوف ان. طبعا دي ما لهاش دخل بالفوق، والهذول ما لها دخل في التحت، نضل نضرب زي هيك او نضل نضرب زي هيك حسب اذا بدنا هاي او هاي. طب اذا بده الواي اوف ان بطلع له الاتش اوف ان كامل اريح، يعني هاي كونفولوشن هاي زائد هاي في هاي، وهاي كلها قوس كونفولوشن في هاي، هاي عباره عن كلها اتش اوف ان، كلها هاي عباره عن اتش اوف ان، بكون طالعه معي كونفولوشن هاي كلها اتش اوف ان كونفولوشن اكس اوف ان، بكون ابسط معي يعني الامور. وحسب هاي اذا موجب او سالب بحطها انا موجب او سالب. خلينا ناخذ ايش اسئلة على اللي اخذناه قبل، واي اوف ان اسئلة سنوات، هاي واي اوف ان مثلا، هاي اول سؤال ان زائد واحد بين قوسين اكس اوف ان ناقص واحد، بيسألك انه واي اوف ان انه الانواع الخمسة اللي اخذناها ميموريلس الكوزا اللينير تايم انفيريانت والستيبل، انه هل هي هيك اور نات، بدك تعرف طبعا واي. حكينا عن الواي، مش راح اشرح عن الواي بس للحل، يعني هنحل y of n n x of n الثالث y of n تساوي 3 exponential قوة x of n، الرابع y of n بتساوي n ناقص 2 exponential قوة x of n زائد 1، الخامس y of n x of n تربيع زائد 4 x of n ناقص 1. السادس y of n بتساوي x 2 n الكل تربيع، او بحطوا التربيع هنا انه معناها نفسه الكل تربيع. سبعة y of n بتساوي x of n ناقص 2 x of n ناقص 1 زائد 4 u of n، هاي u هاي 4 n زائد 1. السؤال الثامن y of n يساوي ال x of n sin ال by n، تاسع y of n بتساوي summation من ال k للزيرو لال n x of k. احنا نسوي جدول، ميموريلس او لا، كوزل او لا، لينير او لا، تايم انفيريانت، تايم انفيريانت او لا، وستيبل او لا. واحد اثنين ثالث الرابع خامس السادس السابع الثامن التاسع.
إذا حكيت أنا صح معناته memoryless، إذا حطيت x معناتها not memoryless أو not causal أو not، حس ال x مع بدل على not. أول سؤال نبلش فيه، y of n بيساوي n زائد واحد بين قوسين ال x of n ناقص واحد، memoryless ولا لا؟ y of n و x of n بتطلع عليهم مش نفس القيمة، not memoryless. causal لازم تكون نفسها أو أقل أو أقل ويساوي ال y مع ال x، هاي أقل القيمة. حلو، causal. memoryless not memoryless causal linear، من ناحية linear مجموعة قوانين y1 of n بعوض بدل ال x1 of n ناقص واحد، بدل بس ال y1 معناته x1. تمام، y2 of n n زائد واحد x2 of n ناقص واحد. طيب x3 of n عبارة عن ax1 of n زائد bx2 of n. طيب y3 of n، y3 of n بيساوي n زائد واحد بين قوسين x3 of n ناقص واحد، بيساوي n زائد واحد بين قوسين، بس ال x3 هي x3 of n، بس أنا بدي x3 of n ناقص واحد بدل n، n ناقص واحد معناته بين قوسين طبعا لأنه مضروب هاي في كامل، هاي ax1 n ناقص واحد هاي اللي بدي اياها، زائد bx2 n ناقص واحد. y3 of n، y3 of n عبارة عن n زائد واحد مضروبة في ax1 n ناقص واحد زائد n زائد واحد مضروبة في bx2 n ناقص واحد. تمام، بي الاكس 2 زائد 1 بي اكس 2 مظبوط. تمام، هسه وقت التعويض، عوضنا احنا الاكس 3 بدنا نعوض الواي 1 والواي 2. الواي 1 ان زائد 1 في اكس 1 الان ناقص 1، بظل الاي الاي وهي كلها ان زائد 1 مع الاكس ان ناقص 1 عباره عن واي 1 في ان، زائد هاي البي لحال ان زائد واحد مع الاكس 2 اوف ان ناقص واحد عبارة عن واي 2 اوف ان، هيها ان زائد واحد في اكس 2 اوف ان ناقص واحد. تمام، طلعت معنا على الصيغة هاي اللي بدنا اياها، معناته هاي لينير، لينير بحط لينير صحيح. بس عشان نذكر السؤال واي اوف ان نختبر التايم انفيرينت او لا، نكتب السؤال بس n زائد واحد، حكينا السؤال x of n ناقص واحد إذا time invariant أو لا، قانون x1 of n زي ما هو هاد دايما بسوي shift على x بعوض y1 of n، y1 عبارة n زائد واحد x1 of n ناقص واحد، y1 of n n زائد واحد زي ما هي ال x1 of n ناقص واحد. وقت التعويض هسا x1 اللي بدي اياها x1 n ناقص 1 مش x1 of n، بدي x1 of n ناقص 1 بدل ال n n ناقص 1 بعوض، بدل ال n n ناقص 1 بتصفي x بدل ال n n ناقص 1 n ناقص 1 بدل ال n n ناقص 1 ناقص النود، وبحكي هسا بسوي نفس شيفت بحكي هل هاي هل عليها علامات انه هل بيساوي نفس الشيفت، لو اسوي نفس الشيفت على الواي بيطلع عندي نفس الجواب ولا لا؟ بس هذا هو الجواب الشيفت على الاكس وطبقت على ايه شيفت الاكس، هل هو نفس الشيفت على الواي؟ بعوض بدل كل ان ان ناقص النود، الان ناقص النود في عندك زائد واحد واكس بدل الان ان ناقص النود ناقص واحد، هل هو نفس الاشي؟ لا، هسه هنا n ناقص النود ناقص واحد هنا نفسه مع الاكس، بس هنا n ناقص النود زائد واحد هنا ما في ناقص النود،
لانه كنا نعوض، احنا حكينا اول ايش بنعوض بس y1 وx1، بس لما نسوي شيفت بدل كل n وين ما كانت في n بعوض بدلها n ناقص النود. هاي معناته not time invariant، مش نفس الاشي not time invariant. نرجع للجدول not time invariant. طيب stable ولا لا stable او لا؟ نفرض احنا حكينا هاي الاولى bounded وبنعوض هان انفينيتي، انفينيتي زائد واحد انفينيتي، انفينيتي ضرب اي قيمة bounded انفينيتي، انفينيتي معناته not stable not stable. السؤال اللي بعده y of n بتساوي n x of n. طيب memoryless ولا لا؟ y of n نفس ال x of n memoryless memoryless. causal ولا لا؟ causal، لانه y of n هاي x of n نفسها او اقل او الشرطين مع بعض نفسها، مش مشكلة causal. linear قانون، قوانين بنطبقهم y 1 عبارة عن x1 y2 n x2 x3 دائما نفس القانون a x1 of n زائد b x2 of n. تمام y3 of n y3 of n عبارة عن n x3 of n. وقت التعويض هسه بنعوض اللي كتبناه اول اشي، يعني هان كتبنا قانون وصلنا نعوض عليه، هنا بنكتب مجموعة قوانين في اللينير نصير نعوضها. الـ x3 بدنا نعوضه بدل الـ x3 بدنا نحط بس أقواس، بأنه بدل الـ x3 في عندنا صار 2 terms x3 of n عبارة عن a x1 of n زائد b x2 of n بيساوي n في a x1 of n زائد n في b x2 of n. هسا وقت التعويض ال y1 وال y2 n x1 of n n في x1 of n عبارة عن y1 of n في عندك ال a زائد b و n و x2 of n عبارة عن y2 of n. إذا system linear system linear. طيب time invariant ولا لا؟ قوانين، في عندك قانون هاي نفسه يساوي x ال n ناقص n node، سوينا shift. هسا y1 of n عبارة عن nx1 of n، وقت التعويض هسا الx1 بدي أعوض بدلها هاي n في x ال n ناقص n نود، وبحكي هل بدي سويت انا شفت على x سوي شفت على y، هل هو نفس الاشي ولا لا؟ بدل كل n n ناقص n نود n ناقص n نود والx ال n ناقص n نود مش نفس الاشي. هنا الاكس اوف ان ماشي نفس الاشي بس اللي هنا مش نفس الاشي، فككل not time invariant not time invariant. طيب stable او لا؟ هاي بنفرضها bounded الاكس اوف ان، هاي نعوض infinity infinity ضرب قيمة bounded infinity system ككل صار في عنده infinity معناته not stable. y of n السؤال الثالث y of n بيساوي 3 exponential قوة x of n، 3 exponential قوة x of n memoryless ولا لا؟ memoryless لأن y of n و x of n نفس القيمة، و causal في نفس الوقت causal لأنه نفس القيمة، حقق واحدة من الشروط. linear linear بحط y of قوانين مجموعة قوانين y1 of n 3 exponential x1 of n y2 of n 3 exponential x2 of n x3 of n a x1 of n زائد b x2 of n مجموعة قوانين. هسه بدي اطبق عليهم ال y3 of n عبارة عن 3 exponential x3 of n x3 of n اللي هي هيها 3 exponential a x1 of n زائد b x2 of n. بس هاي ال exponential له خاصية انه بقدر اقسمه بقسمين، exponential a x1 of n مضروب في exponential b x2 of n. هسا وقت تعويض ال y1 وال y2 ال y1 3 في exponential x1 of n، بس ما بقدر اقسم هاي ال exponential قوة x1 فيها a كمان، ما
ما بقدر أحكي هاي y1 لأنه في عندك exponential قوة x واحد وفي عندك الـ a. حتى لو حكيت إن هاي y1 الـ y2 لازم يكون عندي كمان ثلاث، لازم يكون عندي ثلاث و exponential، فما راح تساوي y1 of n a y1 of n زائد b y2 of n، أو هيك بحكي a x1 of n زائد b x2 of n انه لا تساوي هيك. بقدر احكي زي هيك كمان a x1 of n زائد ما اعطتني a y1 of n زائد b y2 of n، معناته not linear السيستم، not linear. طيب time invariant او لا، قوانين، قانون عندك x1 of n x ال n بسوي shift عليه. هسه y1 of n عبارة عن 3 exponential قوة x1 of n، بدي اعوض هسه 3 اكسبوننشال قوة x ال n ناقص n نود، وبحكي بدي اسوي نفس الشيفت على الواي عشان نتأكد هل هو نفس الاشي ولا لا. بدل كل n n ناقص n نود 3 اكسبوننشال قوة x ال n ناقص n نود، هاي نفسها هاي، اذا تايم انفيريانت. ستيبل او لا، x of n bounded بفرضها exponential قوة قيمة معينة bounded ضرب ثلاث بدها تضلها bounded، اذا ستيبل. السؤال الرابع، y of n بيساوي n ناقص 2 exponential قوة x ال n زائد 1، ميموريليس ولا لا؟ ال y of n هاي مش نفس القيمة ال x of n، not ميموريليس. من ناحية الكوزل، y of n هاي قيمة مستقبلية، قيمة أكبر، فبرضو not ميموريليس و not كوزل. طيب من ناحية اللينير، y1 of n بتساوي n ناقص 2 exponential قوة x1 of n زائد 1، y1 y2 of n n ناقص 2 exponential قوة x2 ال n زائد 1، ال y3 of n ال x3 of n a x1 of n زائد b x2 of n. وقت التعويض y3 of n عبارة عن n ناقص 2 في exponential قوة x3 of n زائد 1، y3 of n بتساوي n ناقص 2 exponential قوة x3، x3 ال n زائد 1 مش x3 ال n، ال n زائد 1، بعوض a x1 n زائد 1 زائد b ال x2 ال n زائد 1، هاي بقسمها قسمين n ناقص 2 في exponential الأول مضروب في exponential الثاني. زي ما حكينا بالأول إنه هاي ما بتعطيني لا تساوي a y1 of n زائد b y2 of n، لأنه هاي ما بتقدر تقسمها أصلاً، ولو قسمتها أنت استعملت هاي مرة واحدة y1 y2 ما إلها n ناقص 2 فما راح تقدر. طبعاً هي ما بتزبط أصلاً تنقسم، يعني لو في n ناقص 2 ثانية ما راح ينفع، ما أعطتك هيك بتحكي له مثلاً إذا y a x1 of n زائد b x2 of n، ما أعطتني a y of n زائد b y 2 of n، معناته ايش السيستم not linear. طيب time invariant او لا، x1 of n بيساوي x of n ناقص n نود، ال y1 of n عبارة عن n ناقص 2 exponential قوة x1 of n زائد 1، y1 of n n ناقص 2. هسه وقت التعويض عوضنا x1، هسه x1 of n زائد 1 بدل n n زائد 1، n زائد 1 ناقص n نود، هل بيساوي نفس الشفت على الواي؟
بسوي شيفت ان ناقص ان نود ناقص 2 وين اكسبوننشال قوة. هاي السؤال طبعا اللي فوق ان ناقص ان نود ناقص 2 اكسبوننشال قوة اكس الان ناقص ان نود زائد 1، هل هو نفس الاشي؟ لا، اذا نوت تايم انفيريانت. هل هو ستيبل او لا؟ الاكس اوف السؤال هيو اكس اوف ان باوندد اكسبوننشال قوة باوندد باوندد ها بعوضها انفينيتي، انفينيتي ناقص 2 انفينيتي، انفينيتي ضرب قيمة باوندد انفينيتي، اذا نوت ستيبل. السؤال اللي بعده y of n بتساوي x of n تربيع زائد 4 ال x of n ناقص 1 y of n x of n not memoryless و not causal. هاي اقل بس هاي اكبر ف not causal linear او لا. y1 of n بتساوي x of n 1 of n تربيع زائد 4 x 1 of n ناقص 1 y2 of n x2 of n تربيع زائد 4 x 2 n ناقص 1 ال x3 of n بيساوي a x1 of n زائد b x2 of n ال y3 of n بيساوي x3 of n تربيع زائد 4 x3 of n ناقص 1. وقت التعويض هسه x3 of n تربيع انا بدي a x1 ال n تربيع زائد b x2 ال n تربيع، عوضت هاي بس بدل ال n n تربيع زائد 4 بدل ال n n ناقص 1 4 ال 4 مضروبة في كامل هاي a x1 of n ناقص 1 زائد b x2 of n ناقص 1 الأربعة مضروبة في كامل هاي الحكي y3 of n. هسا وقت الترتيب a x1 of n تربيع زائد b x2 of n تربيع زائد 4 في a في x1 ال n ناقص 1 زائد 4 في b في x2 ال n ناقص 1. عوضنا الـ x3 بدنا نعوض الـ y1 والـ y2. الـ y1 x1 تربيع x1 الـ n تربيع زائد 4x زائد 4x هاي لا ملهاش دخلها زائد 4x الـ 1 n ناقص 1 يعني هاي مع 4 مع الـ x1 of n ناقص 1 هاي كلها y1 of n. ايش بصفي عندي عامل مشترك؟ هو انا قبل هذا الحكي المفروض اسوي عامل مشترك حتى يزبط معي. الـ a اخذته عامل مشترك x1 of n تربيع زائد 4x ال1 ناقص 1 اخذت هاي مع هاي عامل مشترك ال a زائد باخذ b عامل مشترك بين هاي وهاي ال x2 ال n تربيع زائد 4x2 ال n ناقص 1 y3 of n ال a بتنزل زي ما هي هاي كلها عبارة عن y1 x1 n تربيع زائد 4x ال1 n ناقص 1 هاي عبارة عن y1 of n. الثاني b والطرف هذا كله عبارة عن y2 x2 n تربيع زائد 4x2 ال n ناقص 1 اذا linear time invariant او لا قانون x بسوي shift x1 of n بسوي x ال n ناقص n نود y1 of n على القانون x1 ال n تربيع زائد 4 x1 ال n ناقص 1. سويت ايش هنا؟ شفت x1 سويت التعويض x1 بدل x1 ال n هسه مش n ال n تربيع بدل ال n n تربيع x ال n تربيع ناقص n نود زائد 4 في x بدل ال n بدل ال n n ناقص 1 n ناقص 1 n ناقص 1 ناقص النود تمام. هسه هاي الصيغة اللي هي x ال n تربيع ناقص النود زائد 4 x ال n ناقص 1 ناقص ال n نود، هل نفس الشفت لما اسوي لها لل
للواي بيطلع نفس الشيء. بدل كل ان ان ناقص ان نود اكس ال ان ناقص ان نود الكل تربيع هاي بدل ان ان ناقص ان نود الكل مربع زائد 4 اكس الان ناقص ان نود ناقص 1. هسه هل بيساوي نفس الاشي؟ هاي نفس الاشي ان ناقص 1 ان ناقص نود ان ناقص 1 وان ناقص ان نود بس مغير الترتيب بس عادي نفس الاشي. هنا ان تربيع ناقص ان نود هنا لا الكل تربيع هنا لما عوضنا بدل كل ان ان ناقص ان نود الكل مربع بس هنا ايش سوينا؟ حكينا انه ما بدنا الـ x1 of n بدنا الـ x1 of n تربيع وضعناه مباشرة n تربيع فاختلف الجواب not time invariant. أغلب الأسئلة بتلاحظوها not time invariant يعني صعب يجي time invariant. stable أو لا هاي bounded هاي bounded مضروبة في 4 مجموع عادي بضل bounded في stable. السؤال السادس y of n يساوي x ال 2 n الكل تربيع مش not memoryless not causal لأنه أكبر not causal linear أو لا y of n y1 of n يساوي x1 2 n الكل تربيع y2 of n يساوي x2 of 2 n الكل تربيع ال x3 of n بيساوي a x1 of n زائد b x2 of n y3 of n بيساوي x3 of 2 n الكل تربيع y3 of n x3 of 2 n بس مش ال n 2 n a x1 2 n زائد b ال x2 2 n الكل تربيع هاي راح تصفي معي AX1 تربيع لاثنين N زائد الأول تربيع زائد الأول بالثاني باثنين زائد الثاني تربيع هاي الصيغة لا تساوي a y1 of n زائد b y2 of n ليش؟ لأنه هاي لحالها x1 of هاي راح تصير y of n y1 of n وهنا راح تصير y2 of n بس عندي زيادة احنا قلنا إذا في زيادة على الشرط بكون not linear وهي مبين إنه تربيع not linear. x1 of n بيساوي x of n ناقص n نود y1 of n يساوي x1 2n الكل تربيع y1 of n عبارة عن بدل n 2n 2n ناقص n نود الكل تربيع. هل هو لما اسوي شيفت على ال y نفس الاشي بكون اذا سويت نفس الشيفت بكون نفس القيمة x2 بدل كل n ناقص n نود بدل الان ان ناقص النود هاي الكل تربيع. هل هاي نفسها في عندها تربيع بس انا 2n 2n هاي لو اضربها في 2n ناقص نود ناقص 2n نود هنا لا فمش نفس الاشي not time invariant. stable او لا هاي الاكس اوف ان بعتبرها bounded ربعها تظل bounded stable. سبعة y of n بتساوي x of n ناقص 2 x of n ناقص 1 زائد 4 u of n زائد 1 لينيا ميموريس او لا مش ميموريس انه في عندها قيم مختلفة عند ال x كوزال نفسها وقيمة اقل عادي هاي اليو ما لهاش دخل عادي اليو ما بتطلع عليها linear قوانين y1 of n بحكي x1 of n ناقص 2 x1 of n ناقص 1 زائد 4 u
اوف ان زائد واحد، الواي تو اوف ان اكس تو اوف ان ناقص اثنين اكس تو اوف ان ناقص واحد زائد اربعة اليو اربعة يو الان زائد واحد اكس ثري اوف ان اي اكس ون اوف ان زائد بي اكس تو اوف ان الواي ثري اوف ان، بعوض اكس ثري اوف ان ناقص اثنين اكس ثري اوف ان ناقص واحد زائد اربعة اليو اوف ان زائد واحد. تمام، واي ثري اوف ان اكس ثري اوف ان هيها اي اكس ون اوف ان زائد بي اكس تو اوف ان ناقص اثنين، اثنين مضروبة في كامل الاكس ثري اللي هي اي اكس ون اوف ان ناقص واحد زائد بي اكس تو لان ناقص واحد زائد اربعة في يو لان زائد واحد. سام تجمع الاكس 1 مع بعضه واخذ اي عامل مشترك، اي اخذها عامل مشترك والاكس 1 مع بعضه، هاي عندي ناقص 2 اكس 1 لان ناقص 1، باخذ لي بي عامل مشترك الاكس مع الاكس 2 اوف ان، هان عندك ناقص 2 ناقص 2 اكس 2 اوف ان ناقص 1 زائد أربعة اليو اوف ان زائد واحد. أخذت العوامل المشتركة بس اللي له دخل بالعامل المشترك، هاي ما لها دخل. واي ثري اوف ان بتساوي بدك هسه تعوض الواي ون والواي تو، اكس ون اوف ان ناقص اثنين اكس ون اوف ان ناقص واحد هيها عندك لسه زائد أربعة يو، هاي زائد أربعة يو اوف ان، هاي كلها اي في واي ون اوف ان. تمام، عوضنا هاي مع هاي، هسا عندك زائد بي، هاي لسه ناقصك ايش؟ ناقصك اربعة يو اوف ان زائد واحد، ما بقدر اخذ هاي مرتين، اخذتها مرة في عوضتها بدل الواي، ما بقدر اعوض هاي، لازم معاها الاربعة يو مش موجودة كمان مرة، فاذا بحكي انه هاي لا تساوي اي واي ون اوف ان زائد بي واي تو اوف ان، اذا نات لينير. واكتب له AX1 of N زائد BX2 of N، بعطي سهم انه لا يساوي AX1 AY1 of N زائد BY2 of N not linear معناته. Time invariant او لا، Time invariant هي القانون X of N ناقص N node Y1 of N عبارة عن X1 of N ناقص 2 X1 of N ناقص 1 زائد 4 U of N زائد 1. وببلش أعوض x1 of n هيها x of n ناقص n نود ناقص 2 بدل x1 of n ناقص 1 بدل كل n n ناقص 1 يعني x بدل كل n n ناقص 1 ناقص n نود زائد 4 هاي زي ما هي ده تنزل. y1 عوضنا بدل 1 قلنا ال n هيها هاي ان ناقص واحد بدل الان ان ناقص واحد عوضنا. هسا بدنا نحكي انه هل بيساوي نفس الشيفت لما نسوي شيفت على النود على الواي، هل هو نفسه؟ هاي اكس 1 اوف مش اكس 1 اكس 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 اوف ان ناقص النود، أول إشي بدل كل n n ناقص نود ناقص 2 ل x ل n ناقص n نود ناقص 1 لحد الآن نفس الإشي x n ناقص n نود n ناقص n ناقص n نود 2 x 2 x n ناقص n نود ناقص 1 مغرب يعني نفس الإشي بس الترتيب يعني عادي نفس الإشي زائد لسه 4 u of n ناقص n نود زائد 1. حكينا الشيفت بالواي بدل كل n n ناقص نود، هاي اختلفت عنها، هاي ما سوينا لها وهي سوينا لها، معناته not time invariant. stable أو لا، x of n هاي bounded وهاي x of n bounded كله bounded. هسا عندك ال u هاي عوض infinity، هان infinity زائد واحد infinity، ال u اللي عند ال infinity اليو اللي عند الانفينيتي قيمتها واحد، ف
فإذا هي باوندد. هذا الانفينيتي قيمة كبيرة عندها قيمتها واحد فهي باوندد، كل باوندد إذا ستيبل. السؤال الثامن، واي اوف ان بيساوي اكس اوف ان ساين الباي في ان. صار سؤال من عندي مش سنوات. ميموريلس او لا؟ ميموريلس. كوزر كوزر. ميموريلس وكوزر. لينير او لا؟ بس نشوف قوانين. واي 1 اوف ان بتساوي اكس 1 اوف ان ساين الباي في ان. واي 2 اوف ان اكس 2 اوف ان ساين الباي في ان. اكس 3 اوف ان بتساوي اي اكس 1 اوف ان زائد بي اكس 2 اوف ان. تمام. واي 3 اوف ان بيساوي اكس 3 اوف ان ساين الباي في ان. واي 3 اوف ان اكس 3 اوف ان هايها اي اكس 1 اوف ان زائد بي اكس 2 اوف ان، الكل مضروب في ساين الباي في ان. وقت التعويض عوضنا الاكس 3، بنعوض هسه الاكس الواي 1 والواي 2. الواي 1 عباره عن اكس 1 في ساين اكس 1 مضروبة في ساين. هسه احنا حكينا اقواس او شيء الاكس 3 كلها مضروبة في ساين، فهاي لو انا ما حطيت اقواس بيطلع معي جواب نت لينير، بس هو فعليا جواب لينير لانه بدل الاكس 3 بدل الاكس 3 بدي اعوض اي اكس 1 عندنا 2 تيرمز الثنتين اللي يمثلوا الاكس 3 بدها تنضرب في الساين، فلازم يتوزعوا شيء الاقواس. اي اكس 1 اوف ان في ساين الباي ان يعني مرتين موجود الساين زائد بي اكس 2 اوف ان في ساين الباي ان. هاي عبارة عن واي 1 وهاي عبارة عن واي 2 اوف ان. واي 1 اوف ان زائد بي هنا اي اذا لينير السيستم. السيستم لينير مكتوب زي هيك. اذا سالك ليش انت هذا الجواب بس انه ليش الواي اي اكس 1 اوف ان زائد بي اكس 2 اوف ان سهم اي واي 1 اوف ان زائد بي واي 2 اوف ان. طيب تايم انفيرينت او لا؟ على القانون واي 1 اوف ان بيساوي اكس اوف 1 اوف ان ساين الباي ان. وقت التعويض هسه واي 1 اوف ان بدل اكس 1 اوف ان هاي نفسه اكس اوف ان ناقص النود ساين الباي ان. هسه هل بيساوي نفس الشفت على الواي ولا لا؟ بدل كل ان ان ناقص النود السؤال اكس الان ناقص النود وساين باي الان ناقص النود بدل كل ان ان ناقص النود. طبعا هاي مضروبة كلها حطيت قوس لانه كلها مضروبة في باي، هاي كلها تمثل ان يعني مضروبة في باي اختلفن فنت تايم الفيريانت. ستيبل او لا؟ ستيبل. ليش ستيبل؟ ستيبل لانه هاي بنفرضها اول شيء اكس اوف ان باوندد، اكس اوف ان فرضتها باوندد. ساين هسه بعوض انفينيتي، ساين الباي في انفينيتي انفينيتي ساين الانفينيتي. هسه الساين احنا بنعرف او الكوساين محصور ما بين الواحد والسالب واحد، يعني الساين عند اي قيمه بدها تكون ما بين الواحد والسالب واحد، فهي قيمه محدوده مضروبة في قيمة محدودة اللي فرضتها تصاب في قيمة محدودة إذا ستيبل. تمام. في هاي كمان سنوات واي اوف ان سميشن كي من زيرو للان اكس اوف كي ميموريلس ولا لا؟ هاي مش ميموريلس. ليش؟ لأنه عندك واي اوف ان لازم تكون نفس القيمة اكس اوف ان، هنا لا اكس اوف 0 زائد اكس اوف 1 اكس اوف 2 اكس اوف 3 بتضل لك عبين ما توصل اكس اوف ان، يعني لو نفرضها ثلاث عبارة عن اكس 0 زائد اكس 1 اكس 2 للاكس 3 عندك اكثر من قيمة، فلا احنا بدنا بس قيمة واحدة فنات ميموريس. الكوزل ولا لا؟ هسه الكوزل حكينا لازم يكون نفس القيمة او قيم اقل او الاثنين مع بعض. هسه هنا قيم هاي مثلا نعتبرها ثلاث اكس اوف زيرو
قيمة أقل اكسوف 1، قيمة أقل اكسوف 2، قيمة أقل اكسوف 3 نفسها، بس هي المفروض تكون كوزل. طب لو نفرض هنا سالب، نفرض هنا سالب 2 هنا، أو لا ما بتزبط من 0 ل 2، لا ما بزبط، معناته كوزل، سيستم كوزل. سيستم كوزل لأنه قيمه أقل، هنا اعتبرها 3، 0 ال 1 و 2 كله قيم أقل ونفسها، ما في قيمة أكبر. ما بنقدر نفرض هاي السالب لأنه من هنا من 0 لقيمة، هاي القيم أكبر بتكون، كوزل. طيب لينير قوانين، y1 عبارة عن k من 0 للn x1، y2 بتكون x2، k من 0 للn، للn من 0 للn. طيب x3 of n، a x1 of n زائد b x2 of n، ال y3 of n summation k من 0 للn للn x3 of k y3 of n بتساوي، بعوض السميشن طبعا بده يتوزع على x3 لانه كل السميشن مضروب في x3، x3 of k احنا بدنا ax1 of k زائد bx2 of k كلها لها قوس، معناته بوزع السميشن على الجهتين ax1 of k زائد سميشن ثاني بنضرب في ال n b x2 of k. السميشن الأول في x1 of k يعني السميشن مع ال x1 of k عبارة عن y1، وال a زي ما هو ثابت يعني تقدر تطلعه لبرا، وال b ثابت، والسميشن مع هاي تصير y2 of n، إذن لينير. لينير. طيب تايم انفيرينت أو لا؟ x1 of n يساوي x ln ناقص n نود، y1 of n summation من 0 للn x1 of k. نعوض هسا، y1 of n بيساوي summation من k لل 0 للn x1 of k اللي هي بدل ln k x k ناقص n 0. هسه احنا حكينا بالسميشن، التايم انفيريانت لازم تكون مش دلالة رمزين، دلالة رمز واحد، نحكي لت ام بتساوي كي ناقص ان زيرو، تصفي واي اوف ان، واي وان اوف ان بتساوي بدل كي احنا حكينا ام، الكي قيمته زيرو، زيرو ناقص ان نود، الام صارت ايش؟ سالب ان نود، لانه عوضنا الكي زيرو، الكي هنا زيرو ناقص ان نود، ناقص ان نود. طب الكي بتساوي ان، بتساوي ان n ناقص النود، هيها n ناقص النود x of h of m بدل k ناقص n 0 m. هسا هاي هيك بحكي بدي اسوي نفس الشيفت، هل هو نفس الشيء او لا؟ هاي هل لازم تكتبها زي لما كنا نكتب هل في ال، كنا نكتبها في البيريودك ونات بيريودك، اسوي كل n n ناقص النود، هنا عندك k 0 بالسؤال، وهنا n معناته n ناقص n 0، هنا فيش عندي n بكتبها زي ما هي، لو في n بكتبها n ناقص n 0. هسه summation summation x of k، هسه ما احنا قلنا الرمز مش مهم، k بالنسبة ل k m بالنسبة ل m، summation summation n ناقص n 0 n ناقص n 0، بس هنا هنا 0 هنا سالب n 0 اختلفوا عن بعض، not time invariant، not time invariant. طب stable أو لا؟ بس ال x of k بنفرضها bounded قيمة معينة، ضلك سوي له summation من 0 قيمة، أي قيمة مثلا 2 من 0 لل n، لأن نعوضها infinity احنا قلنا، ضلك جمعه من 0 لل يعني من 2 زائد 2 لحد ال infinity، بده يصفي infinity، ف not stable، not stable. طب لو حكينا انه مثلا نفس السؤال بس مش من 0 لل n، من 0 لو حكى لك سميشن من 0 لل7 بدك ترجع، فرضناها اي قيمه باوندد الاكس اوف 2 مثلا، ضلك جمع 2 زائد 2 7 مرات من 0 ل7، يعني بتكون 8 مرات انت جامعه، بتكون
تكون قيمة محدودة بدها تظلها، بس إذا ال n بدك تعوض n infinity بتصير not stable، بس إذا من 0 ل 7 لا، جمع قيم معينة بتصفي قيمة معينة بتصير stable. يعني ما مش إنه تحفظها حفظ، إنه summation إذا خلص مباشرة summation تقول not stable، لأ حسب شو حدود السميشن. إذا بدك تظلك تجمع لحد معين بده تصافي محدود، بس إذا بدك تجمع للان اللي هي بتعوضها انفينيتي راح تصفي معك انفينيتي. برضو تدريب على اخذناه غير الواي اوف ان، احنا حكينا الاتش اوف ان بيختلف، فيش ما بيسالك الا عن شغلتين ستيبل وكوزل. لو حكى لك اي اوف ان يو اوف ان كوزل، ليش؟ لانه رايت سايدد، اي قوى ان يو اوف سالب ان نوت كوزل لانه ليفت سايدد. اذا اعطاك قيم على الرايت وعلى الليفت بتحكي له نوت كوزل بيكوز ات از تو سايدد، تو سايدد سيكونس. طيب خلينا ناخذ امثله، مثلا h of n عباره عن 4 قوى n u of n، حدد لي اذا ستيبل او كوزل او ليش. ستيبل احنا حكينا لها قانون ال h of n بتعوض اللي هي 4 قوى n u of n بتسوي لها ابسوليوت وسميشن من سالب انفينيتي للانفينيتي، نوزع الابسوليوت بنوزعه 4 قوى n يو اوف ان، هاي بتخلي لك السميشن من زيرو من ان تساوي زيرو للانفينيتي، وهاي اربعة ابسوليوت لكل قوة ان، لان طلعتها برا عشان تزبط معانا على القانون. القانون بيحكي لك اربعة قوة قيمة تاعت زيرو ناقص اربعة قوة انفينيتي زائد واحد على واحد ناقص اربعة، اربعة قوة زيرو واحد ناقص اربعة قوة انفينيتي، ظلك اضربه في نفسه بيظل يكبر القيمة حتى تصير انفينيتي على واحد ناقص أربعة ناقص ثلاث، واحد ناقص انفينيتي ناقص انفينيتي على ناقص ثلاث ناقص انفينيتي، سالب مع سالب روح بتصير انفينيتي على ثلاث اللي هي انفينيتي. تحكي له h of n is not absolutely summable، حط له سهم system not stable لأنه not absolutely summable، إذا not stable. طب ليش هاي not absolutely summable؟ لأنه قيمته انفينيتي، المفروض تكون قيمته أقل من إنفينيتي، أي قيمة غير إنفينيتي بيكون أبسولوت لسامبل بيكون ستيبل، بس هيك لأنه إنفينيتي نات أبسولوت لسامبل نات ستيبل. طب كوزل أو لا؟ كوزل لأنه رايت، ليش؟ رايت سايدد سيكونس، H of N is causal because it is right sided sequence. طيب H of N مثلا U of N ناقص U of N ناقص 10، هذا ترسمها رسم عشان تعرف الجواب. U of N من 0 بلشت والرايت رايحة للإنفينيتي، هاي U of N ناقص 10 من عند العشرة بلشت، من عند العشرة بلشت ورايت ولا ليفت؟ لا رايت، إن رايت تروح لليمين. قيم القبل من عند التسعة والقبل كله 0، يقولك هاي اطرحها من هاي، هاي اطرحها من هاي. انت طبعا بتسوي زي هيك على القانون، ان سالب انفينيتي للانفينيتي، وهي بتسوي لها ابسوليوت يو اوف ان ناقص يو اوف ان ناقص 10، بتسوي انت على الرسم عشان تعرف. هنا قيمتها واحد، هنا قيم زيروز، هنا قيم زيروز، واحد ناقص الزيرو ده تصير واحد الرسمة، هنا واحد وهنا واحد، واحد 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 عند التسعة، عند التسعة واحد، هنا عند التسعة ما في قيمة، واحد ناقص زيرو برضو واحد من الزيرو للتسعة، أمين يعني هن قيم قصدي واحد من الزيرو للتسعة. طب عند العشرة، عند العشرة هنا في عنا واحد، وهنا عند العشرة في عنا واحد، واحد ناقص واحد زيرو، زيرو عند العشرة زيرو زيرو زيرو، كله راح يصير للإنفينيتي يروح، واحد ناقص واحد كله راح يصير صفر زيرو، أنا زيرو ناقص زيرو زيرو، من عند الزيرو للتسعة ظلك جمع فين، واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد، ده تجمعهم بيطلع معك الجواب عشرة. من عند الزيرو للتسعة عندك وحدات اجمعها بصير عشرة. إذا إيش؟ إذا قيمة معينة h of n is absolutely summable، إذا h of n absolutely
سامابيل السيستم ماله ستيبل، السيستم ستيبل. طيب كوزل ولا لا؟ يو اف ان هاي رايت سايدد، ويو اف ان ناقص 10 رايت. المحصلة طلعت معنا رايت، اذا رايت سايدد سيكونس، مدام رايت سايدد سيكونس اذا كوزل. طيب لو حكينا لي اتش اوف ان بتساوي 3 قوة ان يو اوف سالب ان، يو اوف سالب ان سالب 1، ايش بدي احكي له؟ كيف بدي اعرف ستيبل ولا لا؟ سميشن وابسوليوت، 3 قوة ان يو اوف سالب ان سالب 1 ابسوليوت عليها، بوزع الابسوليوت 3 قوة ان و يو اوف سالب ان سالب 1 ابسوليوت. هسه بتخلي لي ايش؟ السميشن من سالب انفينيتي للسالب 1، هاي 3 لكل قوة ان، ايش بتصفي؟ 3 لكل قوة سالب انفينيتي ناقص 3 لكل قوة سالب 1 زائد 1 على 1 ناقص 3، هاي 3 قوة سالب انفينيتي عبارة عن 1 3 قوة 1 على 3 قوة انفينيتي، 1 على 3 قوة انفينيتي انفينيتي، 1 على انفينيتي 0، 0 ناقص 3 قوة 0 1 سالب 2، سالب 1 على سالب 2 1 على 2 absolutely summable stable، إذا system stable. طب هل هو causal؟ لا، لأنه left سالب n تخلي لك يا left sided sequence، إذا not causal. طيب h of n sin ال by n على 3 u of n، بدك تسوي له absolute و summation. طبعا انت ما هاي ما بتسوي زي هيك، انت بتحطها لحال absolute و summation، بس انا عشان الاختصار بتقسم كل واحد لجهة لحال، بتصفي هاي لحال وهاي لحال. u of n بتخلي لك السميشن من 0 للانفينيتي، بضل عندك الساين الباي ان على 3، صح؟ طيب هسه احنا حكينا الساين قيمة معينة، هان عوض يعني عوض لك اي قيمة، بدها تكون الساين محصور ما بين الواحد والسالب واحد، قيمة معينة، بس ضلك جمعها للانفينيتي، قيمة معينة ضلك اجمعها اجمع 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 للانفينيتي، بدها تصفي انفينيتي، بدها تصفي ايش؟ انفينيتي. ما دامها انفينيتي اذا السيستم او اتش اوف ان از نت ابسولوتلي سامبل، سويناها ابسولوت وسميشن طلعت نت ابسولوتلي سامبل، اذا السيستم او الاتش اوف ان از نت ستيبل. هل هو رايت سايدد؟ يو اوف ان كانت عندنا رايت سايدد، قيمه كلها على الرايت سايدد، اذا كوزل. طيب اتش اوف ان مثلا حكى لك عنها انها 3 على 4 قوة ابسوليوت اوف ان كوساين الباي ان على 4 زائد باي على 4، هاي بدك تختبرها من ان سالب انفينيتي للانفينيتي، هاي ابسوليوت تسوي لها 3 على 4 لكل قوة ابسوليوت اوف ان كوساين الباي ان على 4 زائد باي على 4، هاي طبعا بسويها كامل ابسوليوت بعدين بقسمها، بس انا خلص عشان الاختصار قسمت هاي لحال ابسوليوت هاي ابسوليوت. هسه هاي قيمتها قيمه معينه، يعني هاي كوساين قيمه معينه لها قيمه معينه، خلينا ناخذها من واحد لسالب واحد، ناخذ الواحد، واحد ضرب اي قيمه بده يضل نفسه، اذا بقدر احكيها هاي ان من سالب انفينيتي للانفينيتي 3 على 4 لكل قوة absolute of n، لأنه هاي خلص قيمة معينة اختصرتها عشان نقدر نحل السميشن. بس هاي absolute شو يعني absolute of n؟ يعني لو تعوض فيه سالب 70 ها بدها تصير 70، تعوض سالب infinity بدها تصير infinity، سالب 2 بدها تصير موجب 2، فما فعليا ما في عندنا زي كأنه ما في عندنا قيم سالبة، السميشن صار عندنا إذا عوضنا 0 0 معناته من الزيرو للإنفينيتي 3 على 4 لكل قوة n عادية بدون absolute، بيساوي هذا الحكي
على القانون، 3/4 لكل قوة القيمة لتحت ناقص 3/4 القيمة الفوق زائد 1/1 ناقص 3/4. هاي قيمتها 1، هاي قيمة أقل من هاي قوة انفينيتي، قيمة أقل من 1 ضلك اضربها في نفسها، ده ضلها تصغر، يعني كل ما النص ضلك اضربه في نفسه أو 3/4 ضلك اضربه في نفسه راح يظل يصغر القيمة حتى توصل للزيرو، على 1 ناقص 3/4 ل1/4. إذا الجواب بيساوي 4. إذا absolute h of n is absolutely summable is system stable، أو h of n اللي هي الـ impulse response of the system is stable. causal ولا لا؟ causal. قيمه ليش؟ ليش causal؟ لأنه قيمه لو تعوض أي قيمة سالبة راح تطلع موجبة، فكل قيمه على اليمين، اليسار ما له قيم، فهو right sided sequence. لو حكى لك h of n بساوي 2 u of n زائد 5 ناقص u of n ناقص u of n ناقص 5، ايش بدك تحكي له؟ absolute summation 2 u of n زائد 5 ناقص u of n ناقص U of N ناقص 5 absolute summation، عشان تختبر انه تشوف عندك system stable ولا لا. هسه هذا نعرفها على الرسم، U N يعني من وين بتبلش؟ N زائد 5 تساويها بالزيرو بتساوي من عند السالب 5 إلها قيمة، قيمها من رايت بروح له للليفت، لا للرايت للانفينيتي. ليش للرايت؟ لانه موجب ان، طبعا قيمها هاي مش واحدات لانه مضروبه في 2، قيمها 2 كله 2، هاي اول اشي. ناقص بدك تطرحها من يوف ان، يوف ان من عند الزيرو قيمها 1، هاي مش مضروبه في 2 قيمها 1، لليمين بتروح لانه رايت سايدد، هاي هاي يو اف ان ناقص 5 من عند الخمسة لها قيمة وبتروح لليمين لأنه موجب ان، والباقي القيم زيروز، طبعا هنا الباقي القيم زيروز، هنا القيم اللي على اليسار زيروز، اطرحهم من بعض. هسا من عند السالب 5 للسالب 1، من عند السالب 5 يعني هاي الرسمة المحصلة، من عند السالب 5 للسالب 1 2 2 2 2 2، سالب 5 وسالب 4 سالب 2، سالب 5 وسالب 4 وسالب 3 وسالب 2 وسالب 1 كلها قيمها 2. ليش؟ لأنه 2 اطرح من هنا فيش زيروز، وهنا اطرح من هاي برضو زيروز، 2 ناقص 0 ناقص 0 2، بدك تضل لك 2ات كلها نصفن. طب هنا القيمة اللي عند الزيرو 2 اطرحها من هنا في قيمة 2، هنا قيمتها 1، هنا قيمهم 1، 2 اللي عند الزيرو قيمها 1، إذا صارت هنا عندي 1 القيمة، تضلها 1ات من عند الزيرو للأربعة، 0 وال1 وال2 وال3 وال4، 1 1 1 1. طيب عند الخمسة عندك 2 ناقص 1 اللي هنا، اللي عند الخمسة ناقص 1 اللي عند الخمسة، 2 ناقص 1 ناقص 1 0، عند الخمسة صارت 0، عند الستة بدها تتصل إلى ما لا نهاية، 2 ناقص 1 ناقص 1 0، بدها تظل 0، وعلى اليسار كله 0، إيش القيمة صفت؟ اجمعهم 2 زائد 4 6 8 10 11 12 13 14 15، الجواب 15 absolutely summable إذن stable. ممكن يعني أنت لما مش شرط تحلها كلها رسمة واحدة مرة واحدة، ممكن تحل أنت الأولى مع الثانية، حلهم لحال بيطلع معك رسمة، والرسمة المحصلة لإلهم اطرحها من الرسمة الثانية الثالثة عشان تكون واضحة معك الأمور، تقدر تطرحهم مرة واحدة إذا أنت فاهم الفكرة هاي، انه ايش وين القيم لها قيم، وهنا مثلا في قيمة واحدة صارت واحدات، وهنا قيمهم 2 ناقص 1 ناقص 1، هي واضحة بس انه ممكن تبسطها يعني بشكل تحلها يعني على مراحل. absolutely summable stable. causal لا مش causal. ليش مش causal؟
ما هي ممكن واحد يحكي انه هاي رايت سايدد هاي رايت سايدد هاي رايت سايدد، مزبوط، بس قيم، شوف القيم انت بالمحصله، في عندك قيم على الرايت سايدد وفي عندك قيم على الليفت، صح؟ قيم على الرايت وقيم على الليفت. اذا the system is not causal. ليش؟ because it is too، هيك تحكي too sided sequence، because h of n، عشان h of n is not causal. ليش؟ because h of n is two sided sequence، h of n is two sided، يعني في عندك قيم على اليمين قيم على اليسار. حكينا اذا right sided القيم اللي على اليسار كلها زيرو، اذا حكينا left sided كل القيم اللي على اليمين زيرو، بس لا احنا عندنا قيم على اليمين وعندنا قيم على اليسار، اذا two sided، حكينا two sided not causal، بس الرايت الكوزل، اما اذا ليفت او تو سايدد لا نوت كوزل. وحكينا ابسولوتلي سما بالستيبل، تمام. هسه دل اوف ان مثلا اعطاك اتش اوف ان بتساوي دل اوف ان زائد 2 دل اوف ان زائد 1 ناقص 2 دل اوف ان ناقص 1، هاي حكى لك عنها اتش اوف ان، هاي هي اتش اوف ان. نفس الشيء اعطيتك الرسم عشان تعرف، بس انت بتكتبها على قانون من سالب انفينيتي للانفينيتي، ابسوليوت دل اوف ان زائد 2 دل اوف ان زائد 1 ناقص 2 دل اوف ان ناقص 1. دل اوف ان من عند الزيرو قيمته 1، دل اوف ان زائد 1 وين ببلش؟ من عند هاي سويها بالزيرو عند السالب 1 له قيمه اللي هي 2، هان قيمته 2 هان قيمته 1، هنا عند الواحد قيمته له قيمة اللي هي 2. له قيمة اللي هي قصدي سالب 2 مضروبة بسالب، هاي عند الزيرو 1 مضروبة في 1، هان مضروبة في 2، وهنا عند الواحد مضروبة في سالب 2. بس بدك تجمعهم بيساوي هاي دل اوف ان 1 زائد 2 ناقص 2، 1 زائد 2 ناقص 2 يساوي 1، اذا اتش اوف ان از ابسولوتلي سامابل، السيستم ستيبل. طب كوزل ولا لا؟ الكوزل حكينا اذا رايت، واذا نوت كوزل ليفت او تو سايدد، هاي تو سايدد عندك قيم، ممكن واحد يطلع انه ان ان ان، لا هي فعليا بدك تطلع الرسم المحصله، عندك رايت وعندك قيم على الليفت. حكينا إذا رايت لازم يكون كله على اللفت زيروز، وإذا حكينا لفت كل على اليمين زيروز، هاي لا تو سايدد نوت كوزال. ليش؟ كوز اتش اوف ان از تو سايدد سيكونس. مية بالمية إن شاء الله.